السلام عليكم طلاب، إن شاء الله ربكم تكونون بخير. اليوم موضوعنا حيكون عن The Autonomic Nervous System. The Autonomic Nervous System, along with the Endocrine System, coordinate the regulation and integration of body functions. يعني الاوتونوميك نيرفوس سيستم بالتعاون مع الاندوكراين سيستم ينظمون مختلف العمليات والفعاليات اللي يقوم بها الجسم حتى يتمكن من اداء وظائفه المختلفه. بس اكو اختلاف في طريقه ارسال الاشارات والاوامر بين الاندوكراين سيستم وبين النيرفوس سيستم. The endocrine system sends signals to target tissues by varying the levels of blood-borne hormones. In contrast, the nervous system exerts its influence by the rapid transmission of electrical impulses. يعني الاندوكراين سيستم يرسل إشاراته وأوامره لمختلف الأنسجة والأعضاء عن طريق تغيير مستويات الهرمونات في الدم، بينما النيرفوس سيستم يرسل أوامره وإشاراته بالاعتماد على النقل السريع للإشارات العصبية اللي هي تسمى نيوروترانسميترز. Drugs that produce their primary therapeutic effect by mimicking or altering the functions of the autonomic nervous system are called autonomic drugs. الأدوية التي تعمل على الـ autonomic nervous system تسمى autonomic drugs. Introduction to the nervous system. The nervous system is mainly the central nervous system and peripheral nervous system. The peripheral nervous system is into two divisions, afferent division and efferent division. Afferent bil A, efferent bil E. The afferent division carries the information from different tissues and organs to the peripheral nervous system. يعني الـ afferent division يحمل لي المعلومات من مختلف الأنسجة والأعضاء في الجسم ويرجعها يوصلها للـ peripheral nervous system. بينما الـ efferent division carries the information or orders from the peripheral nervous system to the different tissues and organs. يعني الـ efferent division ينقل لي المعلومات أو الأوامر من الـ peripheral nervous system ويوصلها إلى مختلف الأنسجة والأعضاء في الجسم. هسه الـ efferent division ينقسم إلى somatic system and autonomic system. Autonomic system هو نفسه موضوعنا في هذه المحاضرة, the autonomic nervous system. The autonomic system يشمل لي enteric, parasympathetic and sympathetic. هسا عندنا the anatomy of the autonomic nervous system. The autonomic nervous system carries nerve impulses from the central nervous system to the effector organs by way of two types of afferent neurons, the preganglionic neurons and the postganglionic neurons. هذا الشكل يوضح النوعين. هذا
pre-ganglionic neuron وهذا post-ganglionic neuron. Pre-ganglionic neuron ينشأ بالبرينستم أو spinal cord. شوف هذا السيل بدي موجود بالبرينستم أو spinal cord. هذا الأكسون يمتد إلى أن ينتهي في نقطة تسمى الجنجليون اللي هي النقطة اللي يلتقي بها البري جنجليونيك نيورون مع البوست جنجليونيك نيورون. يعني يقوم البري جنجليونيك نيورون بنقل الأوامر أو الإشارات العصبية من البرين ستيم أو السباينال كورد يوصلها للجنجليون اللي هي النقطة اللي راح يلتقي بيها بالبوست جنجليونيك نيورون وهنا يتم تبادل الإشارات العصبية. البوست جنجليونيك نيورون يبدي أو ينشأ من الجنجليون ويمتد ويستمر إلى أن يوصل the effector organ اللي هي الأنسجة والأعضاء المختلفة في الجسم حتى ينقل الإشارة العصبية أو الأوامر اللي أخذها في هذه النقطة من ال pre-ganglionic neuron وينقلها لل effector organ. حكينا في أحد السلايدات السابقة قلنا the different division of the peripheral nervous system راح ينقسم إلى autonomic nervous system و somatic nervous system. هذا الشكل راح يتطرق the neurons of the autonomic nervous system وكذلك of the somatic nervous system. بس اكو نقطة اريد اتطرق لها بالبداية جدا مهمة. بالاعتماد على نوع النيوروترانسميترز اللي ينقلها النيورون ممكن اسميه كولينرجيك نيورون اذا كان ينقل لي الاسيتيلكولين، بينما راح اسميه ادرينرجيك نيورون اذا كان يحمل لي او ينقل لي الابنفرين اور نور ابنفرين. هسه the neurons of the autonomic nervous system the sympathetic innervation of the adrenal medulla بالنسبة للبري جنجليونيك نيورون هنا بيحمل لي او بينقل لي الاسيتيلكولين لذلك هو كولينرجيك نيورون. هذا النيورون راح يوصل لي الاسيتيلكولين للجنجليون. شوف هنا ما عندي بوست جنجليونيك نيورون بالنسبة للسمباثيتك انرفيشن اوف ادرينال ميدولا ما عندي هنا بوست جنجليونيك نيورون راح يكون عندي بدلها موجود the adrenal medulla. هنا أنا وصل الاسيتيلكولين وراح يرتبط بالنيكوتينيك ريسبتورز أو the adrenal medulla راح يؤديني إلى activation of adrenal medulla and release of epinephrine and or norepinephrine اللي راح يروح للبلاستين ومن هناك راح يوصل لل different tissues and organ ويرتبط بال adrenergic receptors بيؤدي لي الوظيفة المطلوبة منه. أما sympathetic autonomic nervous system in general the preganglionic neuron راح ينقل لي الاسيتيلكولين بينما البوست جانجليونيك نيورون راح تنقل لي النور ابنفرين. لذلك the preganglionic neurons في السمباثاتيك autonomic nervous system راح تكون كولينرجيك بينما البوست جانجليونيك نيورونز لان تنقل النور ابنفرين راح تكون ادرينرجيك. وبعد ما ينقل لي النور ابنفرين راح يوصل النور ابنفرين to the adrenergic receptors بال different tissues and organs ويؤدي لي الوظيفة المطلوبة منه.
اما الباراسمباثاتيك autonomic nervous system حيكون الـ preganglionic neurons وكذلك الـ postganglionic neurons cholinergic لأن اثنينها حتنقل للـ acetylcholine الـ preganglionic neurons حينقل للـ acetylcholine وكذلك الـ postganglionic neurons حتنقل للـ acetylcholine لذلك اثنينها حتكون cholinergic neurons بعد ما نقلت الـ acetylcholine راح يوصل الاستوكولين to different tissues and organs وبالتالي حيرتبط بالماسكلان ريسبتورز اللي موجودة بيها ويأديني فعالية المطلوبة منهم. أما السوماتيك نيرفس سيستم شوف النيورون يعني حيكون شكلها as a single neuron ما في عندي هنا جنجليون ما عندي pre ganglionic neuron ولا post ganglionic neuron just single neuron وحينقل لي او يحمل لي الاستوكولين اذا هو cholinergic neuron بعد ما ينقل الاستوكولين راح يوصل الاستوكولين للنيكوتينيك ريسبتورز بالسكريتال مصل بيأدي لي كذلك الوظيفة المطلوبة من عنده شوف هنا أنا عندي the preganglionic and somatic fibers are myelinated هاي the preganglionic fibers أو neurons وهذا somatic fiber أو neuron هاي حتكون myelinated يعني محاطة بالmyelin sheath بينما the postganglionic fibers are unmyelinated هاي البوست جنجليونيك نيورونز or fibers ما حتكون محاطة بالمايلين شيث لسوماتيك نيورونز لأن تكون فقط single neuron ما بها pre-ganglionic neuron ولا جنجليون ولا فوز جنجليون نيورون just single neuron وكذلك تكون myelinated يعني مغلفة بمايلين شيت لذلك حتكون انتقال الإشارة يكون أسرع بهواية في المقارنة انتقال الإشارات في الـ autonomic nervous system هسه عندنا the differences between sympathetic and parasympathetic neurons هاي sympathetic neurons وهاي parasympathetic neurons شوف هنا عندنا the preganglionic neurons or fibers of the sympathetic nervous system حتكون shorter than the preganglionic neurons or fibers of parasympathetic nervous system بينما postganglionic neurons or fibers of the sympathetic nervous system حتكون longer than the postganglionic neurons of parasympathetic nervous system كذلك اكو اختلاف آخر جدا مهم بيناتهم بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك نيورونز شوف هنا البوزجنجليونيك نيورونز of sympathetic nervous system عندي 2 نيورونز هنا هذا واحد هذا الثاني هذا دي يغذي لي هذا الأورجن اللي هو هنا على شكل blood vessels وهذا دي يغذي لي هذا النوع من الأنسجة بينما postganglionic neurons of parasympathetic nervous system عندي only one neuron اللي هو يغذي لي هذا النوع من الأنسجة شو يعني هذا؟ هذا يعني انه الإشارة اللي ينقلها sympathetic nervous system ممكن انه توصل وتأثر على أكثر من نوع واحد من أنواع الأنسجة ما
أو على أكثر من نوع واحد من أنواع الأعضاء، بينما الإشارة اللي ينقلها الباراسمباثيتك نيرفس سيستم راح توصل وتأثر على نوع واحد من الأنسجة أو الأعضاء. هنا أنا يعني عندي 1 to 2 innervations، بينما هنا عندي 1 to 1 innervation. The functions of the sympathetic nervous system. Although continually active to some degree, for example, in maintaining the tone of vascular beds, the sympathetic division has the property of adjusting a response to stressful situations such as trauma, fear, hypoglycemia, cold, and exercise. يعني بالإضافة إلى عمله المستمر في تنظيم فعاليات الأوعية الدموية، كذلك السمباثيتك نيرفس سيستم ينظم استجابات الجسم في حالات stressful situations مثل التروما والفير هايبوغلايسيميا وغيرها من الاستجابات المفاجئة. لذلك the activation of sympathetic nervous system and response of the sympathetic nervous system تسمى fight or flight response. أما the functions of the parasympathetic nervous system, the parasympathetic nervous system involved within maintaining homeostasis within the body. It is required for life since it maintains essential body functions such as digestion and elimination of wastes. يعني وظيفته الأساسية هو تنظيم العمليات والفعاليات الحيوية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي مثل الهضم والتخلص من الفضلات. استجابة الباراسمباثيتك نيرفس سيستم حتكون معاكسة أو حتى سوينا موازنة لاستجابات السمباثيتك نيرفس سيستم. يعني the parasympathetic division usually act to balance the actions of the sympathetic division. وبالتالي هو راح يكون تأثيره مسيطر على sympathetic nervous system. لذلك يرمزون للاستجابات الخاصة بالparasympathetic nervous system يرمزون لها بالrest and digest. هذا الشكل المبسط يوضح الفرق بين السمباثيتك ريسبونسز وبين الباراسمباثيتك ريسبونسز. مثل ما قلنا السمباثيتك ريسبونسز تسمى fight or flight responses، وصير هاي النوع من الاستجابات أثناء stressful conditions، بينما تسمى parasympathetic responses بال rest and digest responses or response اللي صير في الحالات الطبيعية والهدف من عملها هو موازنة استجابات السمباثيتك نيرفس سيستم. مثل ما قلنا الاستجابة of the parasympathetic nervous system تكون هي المهيمنة على استجابات السمباثيتك نيرفس سيستم.
هسه عندنا هذا الشكل يوضح الفروقات في استجابات أعضاء الجسم المختلفة في حالة الباراسمباثيتك ستيميوليشن أو في حالة السمباثيتك ستيميوليشن. هاي الجهة حتكون تمثل لي استجابات الأعضاء أثناء الباراسمباثيتك ستيميوليشن، وهاي الجهة حتكون تمثل لي استجابات الأعضاء أثناء السمباثيتك ستيميوليشن. أول شيء الأيس، the parasympathetic stimulation causes the constriction of pupils of the eyes، بينما the sympathetic stimulation causes the dilation of the pupils of the eyes. أما على salivary glands، the parasympathetic stimulation stimulates saliva secretion، بينما sympathetic stimulation inhibits saliva secretion. The effects on heart: parasympathetic stimulation decreases heart rate، بينما sympathetic stimulation increases heart rate. The effects on the lungs or respiratory system: the parasympathetic stimulation constricts airways or causes bronchoconstriction، بينما sympathetic stimulation relaxes airways or causes bronchodilation. The effects on the stomach: the parasympathetic stimulation stimulates activity of the stomach، بينما sympathetic stimulation inhibits activity of the stomach. On the liver: parasympathetic stimulation inhibits the release of glucose and stimulates gallbladder، بينما sympathetic stimulation stimulates the release of glucose and inhibits gallbladder. The effect on the GI tract or intestines: the parasympathetic stimulation stimulates activity of intestines، بينما sympathetic stimulation inhibits activity of intestines. كذلك عندي sympathetic stimulation lead to the increment and enhancement of the secretion of epinephrine and or norepinephrine. The effect on the bladder: the parasympathetic stimulation causes the contraction of the bladder، بينما the sympathetic stimulation causes the relaxation of the bladder. كذلك الـ parasympathetic stimulation causes the erection of genitals، بينما the sympathetic stimulation causes the ejaculation and vaginal contraction. هسه عندنا the enteric neurons. The enteric nervous system is the third division of the autonomic nervous system، اللي هو عبارة عن collection of nerve fibers that innervate the gastrointestinal tract, pancreas and gallbladder. لذلك هي تشكل ما يسمى بال brain of the gut. This system functions independently of the CNS، يعني بشكل مستقل عن the central nervous system. Also controls the motility, exocrine and endocrine secretions and microcirculation
of the GI tract. كذلك it's modulated by both the sympathetic and parasympathetic nervous system. هسه عندنا role of the central nervous system in the control of autonomic functions. The first role هو the reflex arcs. Most of the afferent impulses are involuntarily translated into reflex responses. For example, a fall in blood pressure and the compensatory rise in blood pressure and tachycardia. هذا راح نناقشه في السلايد اللي راح يجي بعده. The second role, the emotions and the autonomic nervous system. Stimuli that evoke strong feelings such as rage, fear, and pleasure can modify the activities of the autonomic nervous system. يعني المشاعر القوية مثل الخوف والمتعة تأثر لي وتحور لي استجابات الأوتونوميك نيرفوس سيستم. ذكرنا في السلايد السابق أنه من ضمن الرولز of the central nervous system in controlling the functions of the autonomic nervous system can the reflex arcs. في هذا السلايد وفي هذا الشكل راح نشرح شنو المقصود بالreflex arcs. إذا انخفض ضغط الدم عن المستوى الطبيعي اكو specific type of receptors تسمى baroreceptors. هاي receptors موجودة في الهارت في الفينا كافا وكذلك تكون موجودة في الأورتيك آرت وكذلك بالكاروتيد سينوسز. هاي receptors راح تتحسس لي الانخفاض في مستوى ضغط الدم وحتبدي ترسل إشارات أقل للكارديو ريجيلاتوري سنترز in the brain وهذا راح يؤدي لي إلى reflex response of increased sympathetic output to the heart and decreased parasympathetic output to the heart. وهذا راح يؤدي لي إلى compensatory rise in the blood pressure and tachycardia. The innervation by the autonomic nervous system. There are two types of innervations. The first type is the dual innervation. كثير من الأعضاء في جسم الإنسان تستلم innervation من السمباثاتيك وكذلك من الباراسمباثاتيك nervous system. بينما هناك بعض الأعضاء تستلم فقط innervation إما من السمباثاتيك أو من الباراسمباثاتيك. نوع واحد من innervation. هذا الشكل يوضح الكلام بشكل أكبر. اللون الأحمر يمثل لي السمباثاتيك innervation واللون الأزرق يمثل لي الباراسمباثاتيك innervation. شوف هنا عند الأيس تستلم innervations from the sympathetic and parasympathetic. كذلك عند الهارت for example يستلم innervations from the sympathetic and parasympathetic. كذلك ال GI tract كذلك ال ureters and the bladder يستلم innervations from sympathetic and parasympathetic.
Ben ama other organs, مثل الكدنيز, تستلم only sympathetic innervation. عندي lacrimal glands, تستلم فقط parasympathetic innervation. تكلمنا بالسلايدات السابقة انه الـ efferent division of the peripheral nervous system حينقسم الى الـ autonomic nervous system and somatic nervous system. هنا في هذا السلايد راح نحكي عن the somatic nervous system وشنو يختلف عن الـ autonomic nervous system. The efferent somatic nervous system differs from the autonomic nervous system in that حيكون على شكل single myelinated motor neuron. Single myelinated motor neuron. يعني مو مثل autonomic nervous system neurons كانت فيها preganglionic neuron وganglion and postganglionic neuron. هنا لا somatic nervous system neurons حتكون على شكل single myelinated motor neuron originating in the CNS and travels directly to the skeletal muscle without the mediation of ganglia, macro ganglia. Just single motor neuron يكون myelinated. وكو اختلاف ثاني هو يكون under voluntary control بينما كان the autonomic nervous system non-voluntary هذا لا يكون voluntary. ومثل ما قلنا وطرقنا لها في السلايدات السابقة لأن راح يكون single neuron ويكون myelinated يعني protected راح تكون signal or response راح تكون faster than the responses of the autonomic nervous system. The chemical signaling between cells. And the three types of chemical signaling between the cells. إما تكون hormones or local mediators or neurotransmitters. في السلايد اللي بعده. الهرمونز تنفرز من specialized endocrine cells وتروح للبلاستريم هاي الاندوكراين سيلز تفرز لي الهرمونز وتروح بالبلاد ستريم الى ان توصل للتارجت اور ذا ديزايربل ريسبتور حتى تنطي الاكشن اللي مطلوب منها. مثال عليها عندي البرولاكتين جروث هرمون اند اذر هرمونز سكريتد باي ذا بيتيتوري جلاند. The second type of the chemical signaling between cells هو local mediators. أغلب الخلايا في جسم الإنسان secrete chemicals that act locally on cells. يعني من خلية إلى ثانية مقاربة بشكل مباشر وسريع. هاي الخلية اللي تفرز الـ chemical mediators تروح مباشرة للخلايا المجاورة. أمثلتها أو الأمثلة على الـ local mediators هو الهستامين or the prostaglandins. هسه النوع الثالث من الـ chemical signaling between the cells هو الـ neurotransmitters. The communication between the nerve cells and between the nerve cells and effector organs راح يصير عن طريق the release of specific chemical signals تسمى neurotransmitters from the nerve terminals. هذا النيرف هاي neurotransmitters they يصير لها release from the nerve terminal حتى تتحرر
تروح بالجسم إلى أن توصل the target cell or cells. The release of these neurotransmitters is triggered by the arrival of the action potential at the nerve ending, leading to the depolarization. يعني هنا أنا راح يصير عندي وصول الـ action potential في نهاية النيرف بيؤدي لي إلى depolarization. وبالتالي راح يصير عندي زيادة بالـ intracellular calcium واللي يؤدي لي إلى the initiation of the fusion of the synaptic vesicles with the presynaptic membrane and the release of their contents. عندي بعض الأمثلة على النيوروترانسميترز حكينا عنها في السلايدات السابقة مثل الأستروكولين، أبنفرين، نور أبنفرين. لحد هنا تخلص محاضرتنا وياكم في هذا اليوم. تحياتي لكم.